وفي هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط التاسع. هذا الشوط التاسع، هذا الشوط بدون أوامر، هذا شوط الالتزام. ونشوف التزام الكلمة في هذا الشوط يلحف للكريم في أول المراكز. هذه شاهين لسيد محمد المري في أول المراكز، ثاني المراكز من الجانب الأيمن. هذه الشهامة لسيد سعيد بن محمد ابن قحيز في ثاني المراكز، ثالث المراكز، ثالث المراكز واصلة في هذه اللحظات. هذه مياسة لسيد علي بن شفيع المري، أما اللي في رابع المراكز هذه الفائزة لسيد متعب بن عبد الله ابن فيدان، ولكن اللي في خامس المراكز هذه تكريم لسيد هادي بن سالم ابن لفجح المري. حتى هذه اللحظات نرى الامور مستتبه والامر والتزام تام لك جميع الاخوه المشاركين في هذا الشوط. اما اللي في اول المراكز وما زالت حتى هذه اللحظات هي الحفل الكريم، هذه الشاهينيه للسيد محمد المري. ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات، هذه غزوه للسيد الحميدي بن راشد الافجح في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل. هذه هي الحفله الكريمه، هذه الشهامه للسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري مع الشهامه في ثالث المراكز، والحول واصل في رابع المراكز محمد بن سعيد الحول. ولكن الشاهينيه حتى هذه اللحظات للسيد محمد المري في اول المراكز، ثاني المراكز، ثاني المراكز في هذه اللحظات. الرابعة الاختراقات في هذا الشوط الحفل الكريم، ولكن اللي في اول المراكز هذه الشاهينية لسيد محمد المري. ثاني المراكز من الجانب الايمن في هذه اللحظات، من الجانب الايمن هذه غزوة للسيد الحميد بن راشد اللفجح. واشكرك على الالتزام يا اللفجح، هذه اللي انت غزوة وغزت المركز الاول والناموس الثاني. في اول المراكز غزوه للحميدي بن راشد اللفجح، ثالث المراكز انقر للسيد محمد بن علي بن ديلا، وفي ثاني المراكز اللي في اول المراكز غزوه للحميدي بن راشد بن مقارح، وثاني المراكز وصلت انقر لسيد محمد بن علي بن ديله، وثالث المراكز وصلت الشاهينيه لسيد محمد بن علي المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و14 ثانيه و45 جزء من الثانيه. واشكرك على الالتزام يا الحميدي بن مقارح بعدم اصدار اي اوامر في هذا الشوط. تهانينا والناموس.